انا شايفك طبعا يعني واخد موقف وطالب باعمال القانون في كيكي. لابد من اعمال القانون ده قولا واحدا بلا استثناءات، يعني ما اقولش دي فنانه او ده لعيب كوره او ده كذا. انا عندي قانون، والقانون لا بيشوف ولا بيسمع، قانون اصم بيطبق. القانون اللي موجود حاليا، في قانون بيناقش حاليا في مجلس شعب، هتبقى الجريمة حبس وجوبي للي يعمل حاجات زي كده. فتح باب العربية دي جريمة، انك تفتح باب يعني العربية، فتح باب العربية زي ما عملت مدام سلوى كده ده جريمة. فتح باب العربية لوحده جريمة، النزول والعربية ماشية جريمة، اللي تعريض حياة الانسان، لا طب والرأس وهي ماشية، تعريض حياتها هي للخطر، تعريض حياتها للخطر، بالإضافة إلى ممكن تعريض حياة الغير اللي واقف على الرصيف، عربية ركنة أحداث تلفيات بيها، أحداث تلفيات في العربية نفسها، اللي بيصور ده هل هو متفرغ للسواقة ولا متفرغ للتصوير. كل الحاجات دي جرائم بنص عليها قانون المرور، سواء الحالي او القانون المستقبلي. يعني اللي هي عملته ده، كل هذه الجرائم، كل دي جرائم ده لو نتج فيديو عنها ذكرى في حياتها، لا لو نتج عن هذه التصرفات اصابه للغير او كده تروح النيابه على طول او اتلف عربيه الغير. انما انا بقول طالما انك انت عملت هذا التصرف ونشرت هذا الفيديو وبتقول ان انا ده، انت بتتحدى القانون، ده تحدي يعني للقانون، شايف دي جريمة. طب جريمة وتحدي للقانون. دلوقتي هي صحيح العقوبة بسيطة 300 جنيه طبعا الهوانم يدفعوها والجوز يدفع، انما اللي بعد كده القانون اللي في مجلس النواب بيقول او، انا بطالب مجلس النواب يشيل كلمة او، يبقى سنتين اللي هو الحبس والغرامة، سنتين سجن والغرامة، ما يبقاش او الغرامة يعني هو الغرامة من 1000 لـ10,000، لا يبقى الحبس والغرامة حسب نوع الجرم. يعني هي عملت دقيقتين كيكي طبعا احنا دلوقتي ليه بنقلد الاجنبي تقليد اعمى؟ ليه ما احنا عندنا تقاليد واعراف ماشية عليها، ده احنا بنقولك احنا شرقيين وعندنا اخلاق الشرقيين، عايزة ترقصي ارقصي في بيتك، انما ترقصي في الشارع للناس. طيب هي ماشية دلوقتي وبترقص، في عربية هتيجي هيقف يبص، هيعطلوا المرور في الشارع، سواء كان شارع جانبي او شارع عام. الشارع الجانبي شارع للمرور، ما اسموش شارع بيتهم، ده شارع للمرور، في بيوت على اليمين وبيوت على الشمال وعربيات ركنة. كل دي لازم نوضع لها حل، ليس الكيكي بس، لكل المظاهر اللي خارجة عن العرف او عن السلوك المصري الاصيل. طيب وعايز سلوى تعالي كده عشان اسمع الاستاذ، اتفضل. هو بيقول لك هنا انت دي جريمه، لا انت تعالي مني واسمعه. ارد بقول لها دي جريمه، وهو بيطالب باعمال القانون، لان كونك عرضتي هذا الفيديو انا بتطلعي لسانك للمجتمع وللقانون وبتتحدي، لان دي مخالفه قانونيه يعني. لا خالص، هو حتى سيادة اللواء قال انه ما فيش اضرار نتجت عني عن اللي انا مارسته ده، جريمة تدفع عليها غرامة، اللي ما فيش اضرار جريمة تدفع غرامة. بس انت مطالب انه ما يبقاش غرامة بس، لا هي القانون الحالي المطبق غرامة، انما اللي هو فتح الباب اللي هو تعريض حياته للخطر، تعريض كل ده غرامات. يعني انا بقول ان انا في القانون اللي بيناقش في مجلس النواب حاليا لابد من تشديد العقوبه للحبس والجمع يعني الاثنين بين الحبس والغرام يتقدم. يعني واحنا بننزل من الاتوبيس وهو بيجري واحنا يا دوب بنلحق محطتنا، هل هندفع غرامه؟ هل سواق الاتوبيس ساعتها هيدفع غرامه؟ حضرتك عارف كم مره بيعاقب سواق الاتوبيس والركوب والخروج من الاتوبيس في غير ما حدش بيركبه في حركه دي حاجه، دي مسائل اضطراريه بتلجأ اليها اضطرارا والتجاوز عنها اضطرارا، انما ما بسمحش بيها. زي واحد يقول لي ده احنا اللي خلقنا الكيكي، ده احنا رقصنا في مش عارف ايه في الاقصر بلدنا، ده كانوا راكبين حناطير
وكانوا بصور احنا هنا اهوت لان دي الاقصر بلدنا هنا شفتها عندك كده هات صوت وصوره كده بالظبط انهم بيستندوا ده يا سياده اللواء اما انا بقول لك ده اتعمل سنه كام ده وانت لسه صغير الكلام ده لما ما كانش في الاقصر في عربيات تاكسي ولا الكلام ده وبعدين ده الحنطور يعني حركته ده استعرض في فيلم كمان وبعدين ده فيلم وبعدين ناس ماشيه جنب الاساسي كلهم ماشيين اللي بينط واحد او اتنين من الحنطور اصل بقول لك فرقه رضا سبقت عصرها وابتدعت الكيكي قبل ان يبدا قالوا هذا الكلام انا بضحك على هذا الكلام ما هم قالوا سمير غانم راس الكيكي غانم مصري المكان اللي قالوا سمير غانم مصري كان جنب العربيات يعني جنب الرصيف نرجع لك بقى يا سلو ما تخضيش انت معاك محامي برضه جوزك محامي محامي مين وجوز المحامي ايه ده لازم يتعاقب ولابد يطبق هذا القانون وانا بناشد وزاره الداخليه ان تعمل تطبيق القانون الحالي عليها وعلى كل اللي عملوا هذه الفيديوهات لما حد يقابلها سات اللي هو تقول له انا ممسوكه في كيكي انا ايوه غرامه تدفعها مش قانون طيب القانون يطبق استاذ عايزه نقطه ايه قولي في نقطة بس عايزة أقولها بخصوص العادات والتقاليد اللي ضد كيكي على مش فكرة عادات وتقاليد ده مجتمع المجتمع على فكرة احنا في حاجات كتيرة مستوردينها من بره من قبل العولمة كمان ومن قبل وجود السوشيال ميديا وكده يعني أصلا ستايل اللبس اللي احنا بنلبسه ده مش من عوايدنا ولا تقاليدنا احنا عوايدنا جلبية على فكرة فلو احنا هنحافظ بقى باصوليه فعلا على عوايدنا فالادعى ان احنا كلنا دلوقتي نلبس الجلابيه الفلاحي والجلابيه بقى الثانيه اللي هي بتاعت الراجل الصعيدي ده او الجلابيه والطاقيه فاحنا استوردنا بعض انت عايزة ترد على ده رد بس هي بتقول انت بتتكلموا على احنا بنستورد ليه حضرتك بتفرج على افلام انجي لسه رد قلبي شفتيها كانت لابسه جلابيه انجي لا كان مش ستايل خارجي مصر القديمه منتهى الرقي في اللبس منتهى الرقي في الاخلاق احنا اللي عملنا كده في معتقداتنا احنا اللي عملنا كده في عاداتنا وانا في حقيقه الامر بالنسبه لموضوع التقليد الاعمى الخاص بالشباب ما بقولش ان هم بس المخطئين في هذه الجزئيه الخطا خطا مجتمعي احنا اللي وصلنا الشباب ده انه يوصل طيب. وياخد تقليد خلينا عشان لكن احنا ما كناش بنلبس جلابيه ان انا عندي هنا بس السيادة اللي هو بيتكلم عن واقعة احنا شفناها يعني ربما سلوى هي اول كيكاويه تظهر وتتكلم لان كل الكيكاويين ما تيجي تكلميهم يعني كلهم طلبنا حتى مداخلات فرفضوا يعني هي اول كيكاويه يعني تتكلم وتقول انا طالعه هقول وانا مش خايفه هي وغيرها اللي عملوا هذه الفيديوهات ونشروها على السوشيال ميديا يجب على وزاره الداخليه انها تحصر تلك الفيديوهات وتتعمل لهم محاضر ويدفعوا الغرامات الواجبة بنص القانون. طيب.